ساعة عتيجة وعليها نمر ناط. اي والله هذه باما قديمة. شنو هاي؟ باما ساعة باما. قطو ولا بزون؟ لا هذا انا طال عمرك نمر كنا. نمر بابا. ابيض انا خابر ايه. نمر يا اصفر يا اسود. نمر. ولا هو من الحر كشف لونه. عرفت؟ اي والله. اقول لك هذه من اي عهد السبعينات ولا لا؟ بالثمان اول ثمانيات نزلت الساعه هذه. من ولده من وكيله؟ كان اول ما نزلها طال من كم ساعه نزلها اليوسفي. الله بعدين الله قطعوها الله. نزل الوستين شباط كشف الغطاء. يقول امام حسين كشف لو كشف الغطاء ما تزت وبيش كم؟ رخيصه اول ما نزلت هذا كم؟ 10 20 دينار. الله اول ما نزلت. الساعات خلاص استغنوا عنها قديمه. ايه اي والله. اقول بس انت هالمره يبها بيضه يا اخي لا تسودها. لا قديمه هي خليها تفتح بهالدنيا بيوهنا ويوه الناس. بسالك هل الساعه هاي يلبسها الرجال والنساء ولا بس رجال؟ رجال ونساء رياضيه. الله واعطينا هذا الخصر. لا لا خلاص. ولا الخواتم. الله شنو اخر كلمه؟ من كشختها الناس حبته. اي والله. والنظاره هاي من ولده؟ تعال نظاره. شنو صبغه هذا؟ وين مال شو ولا شنو العنزي؟ من خشته الناس حبت. شنو هذا يعني؟ ادري يعني سبق شعره. شنو هذا؟ لا طبيعي. مو الخام الصبغ يابا. طبيعي طبيعي. يعني كحل؟ لا طبيعي. شنو نوعه؟ من المباركيه؟ لا شعره طبيعي. ولا من الصالحيه صبغه؟